مشاهدينا وصلنا لفقرة البوكس أوفيس، خلونا نتعرف مع بعض على الأرقام اللي حققها شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. ونبدأ بالمركز الأول اللي مثل ما كان متوقع أن يحتل فيلم جوكر فولي أدو مع 6 مليون ريال سعودي من أسبوعه الأول. هذا العمل هو الجزء الثاني من جوكر اللي تم طرحه عام 2019 من إخراج تود فيليبس اللي تعاون بكتابة السيناريو مع سكوت سيلفر. الفيلم من بطولة واكين فينيكس اللي يؤدي شخصية آرثر فليك إلى جانب ليدي غاغا اللي تؤدي دور هارلي كوين. وإلى المركز الثاني تقدم فيلم The Wild Robot بعد ما كان بالمركز الثالث الأسبوع الماضي، وجمع في أسبوع الثاني 949,600 ريال سعودي. أما مجموع إيراداته فوصلت 1,800,000 ريال سعودي. وإلى المركز الثالث تراجع فيلم Speak No Evil بعد ما كان متصدر القائمة الأسبوع الماضي بالمرتبة الأولى، وجمع في أسبوع الرابع 700,900 ريال سعودي. وصلت مجموع إيراداته إلى 4,200,000 ريال سعودي. أما المركز الرابع فشهد تراجع لفيلم إكس مراتي بعد ما كان بالمرتبة الثانية الأسبوع الماضي، وجمع إيرادات بلغت 693,100 ريال سعودي. وصلت مجموع إيراداته خلال 10 أسابيع 19,100,000 ريال سعودي. والمركز الخامس كان لفيلم Never Let Go مع 616,200 ريال سعودي في أسبوعه الثاني. أما مجموع إيراداته فوصلت 1,300,000 ريال سعودي. الفيلم من فئة الرعب والتشويق ومن إخراج ألكسندر آيا. وإلى المركز السادس تراجع فيلم Weekend in Taipei وجمع في أسبوعه الثالث 351,400 ريال، وبلغ مجموع إيراداته 1,700,000 ريال سعودي. والمرتبة السابعة حافظ عليها فيلم باغمان مع 338,100 ريال، أما مجموع إيراداته فوصلت 730,400 ريال بعد أسبوعين على طرحه. وأيضاً المرتبة الثامنة حافظ عليها الفيلم المصري عاشق مع 243,400 ريال في أسبوعه الثاني، أما إجمالي إيراداته فأصبحت 621,400 ريال سعودي. عاشق اللي يجمع أحمد حاتم بأسماء أبو اليزيد في بطولته ومن إخراج عمرو صلاح وتأليف محمود زهران. المركز التاسع شهد دخول فيلم جديد وهو بلو لايت واللي جمع في أسبوع الأول 214,600 ريال سعودي. الفيلم ينتمي لفئة الرعب وأحداثه بتدور حول مجموعة من الأصدقاء اللي ينطلقون في رحلة برية لحضور مهرجان موسيقي، ولكن بانتظارهم أحداث خارقة للطبيعة على طول الطريق. الفيلم من بطولة جيريت أوستن براون وجون بوسي وجاسبر كول. أما المركز العاشر فاحتل الأكشن ثريلر MR9 Do or Die مع 173,700 ريال سعودي. وقصة الفيلم تحكي عن تعاون بين جاسوس نخبوي من بنغلاديش مع أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية لإسقاط منظمة إجرامية دولية يرأسها رجل أعمال لا يرحم.